السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ، هو الكفر المذكور في الأحاديث عن ترك الصلاة حقيقي؟ كفر دون كفر، يعني مش مخرج من الملة؟ يخرج من الملة إذا جحدت الصلاة. طب لو ترك بالكلية بس مش داخل للفرض؟ إذا جحدت الصلاة تكفر وتخرج من دين الإسلام. إذا تكاسلت عن الصلاة ما زلت مسلما. طب تكاسل بالكلية يا شيخ، يعني ما بصليش خالص يا أخي؟ ما أنا بقول لك أهو، ما هو تكاسل اسمه ترك، ترك عن غير استهلال. أنت بتصلي بتصوم ولا لا تصوم؟ أصوم. طيب يعني مسلم. طيب ما زلت مسلما لكن مرتكب كبيرة، مرتكب لكبيرة. السلام عليكم.